بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، مشاهدينا على قناة اليوتيوب للتصوير الإشعاعي، أسعد الله أوقاتكم. أغلب ما يحير الطالب أو فني الأشعة حين الالتحاق في برنامج العملي أو في أقسام الأشعة هو كيفية اختيار الإكسبوجر فاكتور، الكي في والأم إي والأس. الكي في دائما بصنفوه مينيمم وماكسيمم حسب قديش قدرة الجهاز، يعني في بعض قدرات الجهاز تصل ل 150 كي في. الآن احنا بالكي في بالذات العوامل المهمة عندنا بالإكسبوجر فاكتور ثلاث: الكي في والام اي والسكن والاف اف دي، او اللي هي بسموها سورس اوبجكت ديستنس، اللي هي بعد الكاسيت التيوب عن الكاسيت. هذول الثلاث عوامل هن المؤثرات الإكسبوجر فاكتور، لكن العامل الأساسي في هذول الثلاث عوامل اللي له علاقة في طاقة الإلكترون اللي هو الكيلو فولت، اللي هو الكي في، الكي في بي، كيلو إلكترون بيك. الآن بدنا نعرف على أي أساس إحنا بنحط الكي في. أول شيء الكي في، في عنا من 30 كي في نصل إلى الماكسيمم 150 كي في. الآن هذول السكيل تبعهم، أنا في حالة بصور ممبوغرام أنا مش محتاج أحط أكثر من 30 كي في، only 30 كي في، لأني أنا بتعامل قاعد مع تيشو، البريست تيشو عبارة عن فات موستلي، فهو أنا مش محتاج أحط أكثر من 30 كي في. الآن بنطلع فوق درجة شوي، بيجي عندنا اللي هو البيدياتريك بيشنت، الأطفال. هذول عادة الأطفال بيكون الكي في عندهم ماكسيمم 45 to 50 كأطفال. الآن بيجي عندنا الإكستريميتيز، خلينا نقول هي الأطراف، هاند، ريست، إلبو، فوت. هذول برضو نعمل لهم عشان يسموها السمول فوكس وليس لارج فوكس، راح أذكر عنهم لاحقا شو السمول فوكس واللارج فوكس، على أساس أنا لما بدي أكون دائما بدي فاين ديتيل لازم أستخدم السمول فوكس وليس اللارج فوكس. بزيد عندي الريزوليوشن، بزيد عندي الهاي ديفينشن للصوره في حاله استخدام سمول فوكس. سمول فوكس، فاحنا الاكستريميتي بكون عندي الكي في 50 to 60، ميبي اف وي هاف بيشنت هيوج بيشنت او مريض ناصح شوي زياده ممكن اطلع لل 70 او لل 65 في حاله تصوير الني جوين او اصور مثلا الفيمر، وهذا بيعتمد على اني استخدمت البكي، هل استخدمت البكي او اوت بكي او اوفر كاوش. لما يكون البكي دائما نعرف انه احنا مثلا نستخدم البكي اذا زاد الثيكنس، اذا زاد الثيكنس عن العضو المراد تصويره عن 10 سنتيمتر الى 13 سنتي لازم استخدم البكي. اذا الثيكنس اقل من ذلك نو نيد فور بكي، لاني في حاله البكي بضطر ازيد الاكسبوجر فاكتور عشان الجريد، لأنه بحتاج أشعة أكثر عشان تطلع للصورة. فبالتالي زي ما حكينا في عندنا الماموغرام 30 كي في، عندنا البيدياتريك 50 كي في. 50 كي في بنحكي عن 2 ام اس، يعني 2 ام اي اس، 3 4 4 بيبي، بيعتمد على قديش الثيكنس اوف بيبي، يعني هل بيبي هل هو ضعيف او شوي هيلثي ما شاء الله ممكن نطلع ل 3 4 5 ام اي اس. But about KV must be 50 maximum for pediatric, for child. الآن بنحكي عن الإكستريميتي زي ما حكينا 50، الماس 2 3 4 5، بيعتمد بدون بكي، with بكي يمكن نطلع على 60 or 70 KV، الماس 8 10. الآن اللي بحير زملائنا إنه مريض أجا هون طلع عنده كسر بالإكستريميتي، راح ركب جبيرة بلاستر، ركبوا له جبيره، شو بدي يعني انا ازيد في الاكسبوجر فاكتور؟ الان بقول لك زيد، كثير كانوا متعارف عليه زمان ايام الافلام قبل الديجيتال انه زيد الكي في، وهذا يعني كان كلام خاطئ ومش دقيق، انه فقط زياده الكي في مقدار 10 كي في، وهذا خطا لا يجوز. بالبوست فراكشر ريدكشن وتركيب البلاستر انا بزيد الكي في بس بدوبل الماس، يعني اذا كنت حاط ماس 4 ام اي اس بخليها 8، بزيد الكي في جاست 2 كي في. ليش؟ اذا زدت الكي في زياده خاصه لما ايام الافلام، يعني كان الكسر يصير مش واضح، ما
ما يصير واضح اذا في اسوفيكيشن او اذا اجى لاحقا ما يتصور بالمتابعه تبعته بعد اسبوعين ما الاسوفيكيشن ما تبين. فبالتالي انا المفروض بالاكستريميتي 50 بوست ريدكشن 52 53 ماس 4 بخليه 8 اذا كنت حاط اور قبل البلاستر الأربعة بخليه 8. الان بنطلع لبعد الاكستريميتي ل الشغلة اللي هي بنقول الابدومن البلبس سكال التشيست فور ريبس. القاعدة العامة شو بتقول؟ لو كونتراست هاي كي في. شو يعني كونتراست؟ يعني المناطق اللي ما بدي فيها كونتراست برفع فيها الكي في عالي، بكون فيها الكي في عالي. المناطق اللي فيها بدي فيها كونتراست شو معروف شو هالكونتراست؟ يعني خلينا نعرف الكونتراست اول شيء بالنسبة للابدومن. الكونتراست هو ذا ابيليتي تو ديفرنشيت between the two adjacent tissue اللي هي مقدرتك على تميز بين عضوين متجاورات متجاورة مثلا الكبد والليفر والسبلين الكدني. هون في عندي اكثر من تشو باكثر من ثيكنس، فبالتالي انا بقدرش احط كي في عالي، لازم الكي في يكون واطي حتى اقدر يكون في كونتراست، اقدر اميز اقول هاي كدني هاي هون كدني هون ليفر هون ليفر هون يعني سبلين. فوير وي نيد كونتراست وي نيد لو كي في. وير ذير از نو كونتراست لايك ان تشيست وي يوز هاي كي في تكنيك ان ذا تشيست بيكوز وي دونت هاف ماني بارت تو ديفرنشيت بتوين ات وي هاف اونلي ذا لنج. سو ان ذا تشيست وي يوز 125 كي في 3 ماس اونلي 3 جاست 3 ام اي اس for chest x-ray we use high kv 125 140 130 high kv for the chest because no contrast. But when I go to the ribs I need contrast, then I go back like abdomen I will use moderate kv moderate ma يعني بستخدم 70 kv 40 mass 75 kv 45 mass 50 mass 60 mass but I will not go more than 80 kV when I need contrast like in the KOB and the abdomen. Other things I want to add it for the chest x-ray, as I say we need high kV. Sometimes you have a huge patient, it's a very big patient, but actually the lung will be very small in the film. So in this case, what I need to increase, actually, most of our colleagues are increasing the KV, but this is actually not adequate, not accuracy. What I need to increase in the chest X-ray with a huge patient depend on the patient character. As if I have patient huge muscles like here. بلين زي هذول مرضى اللي بيلعبوا كمال اجسام وعنده ما شاء الله بيلدينج بادي كويس، هذا اي نيد تو انكريز كي في. بس اف اي هاف بيشنت هيوج ان فات نو نيد تو انكريز كي في، اي نيد تو انكريز ام اي اس ماس فور ذا تشيست وذ ذا هيوج فاتي بيشنت. بس فور ماسلز بيشنت ماسل يعني رجل عضلات هذا بزيد الكي في. ليش؟ لاني انا بالعضلات نيد بنتريشن، بينما بالمريض الفاتي انا نو نيد اونلي اي هاف فات اسي ان ماموجرام وي يوز اونلي 30 كي في بيكوز وي دونت هاف اني ثينج تو بنتريت يعني تو اتنيويشن ذا اكس راي اونلي فات. سو وات وي نيد؟ وي نيد ان ذا تشيست سي تي ان ذا تشيست اكس راي Fatty patient, I need to increase mass, not increase the KV, because this will affect the quality of the image, because only it will be the fat there, and we will increase, urban rate will be over. So, يعني إن شاء الله تكون استدكوا الفكرة. إحنا تدرجات الKV زي ما حكينا، المينيمم نستخدمه للماموغرام 30 KV، بعدين يجينا البيدياتريك 50 2-3-4 ماس يعتمد على حجم الطفل. في عنا الاكستريميتي بنستخدم، بس الاكستريميتي دائما بتصور على السمول فوكس الاكستريميتي
وسمول فوكس واللارج فوكس يعني اعتقد الجميع بيعرفوه، بس ان شاء الله راح اضيف عنه شرح بسيط الان هون لعله الفكره تصل. فالاكستريميتي قلنا 50 to 60 and 5 mass and depend وبعتمد على حجم العضو المراد تصويره. اذا كان الحجم زاد عن 10 سم الثيكنس او العضو المراد تصويره فورا باخذها بكي وذ بكي، اذا اقل من ذلك باخذها اوفر كاوتش، يعني ما بحط الكسر جوا البكي او اوفر كاوتش. لما نطلع لفوق قلنا المودريت كي في هذا نستخدمه وين اي نيد كونتراست لايك ان كي في ان كي او بي والابدومن، هذا مودريت نستخدم كي في نوت مور ذان 80 ونستخدم ماس قدنا بدنا 40 60 80 بيعتمد على حجم المريض، لكن الكي في ما بطلع عن فوق 80 لانه راح اخسر الكونتراست الموجود في الصوره. بنيجي بعدها مباشره لايش؟ للتشيست اكس راي بتصور على الهاي كي في تكنيك، وهذا الهاي كي في تكنيك له فوائد متعدده منها انه احنا هون منطقه الجسم لو كونتراست ما في عندنا اكثر من عضو من نميز بينهم، فانا مش محتاج اني انا احط ماس عالي، فبحط جست 100 اند ابوف 120 110 اند فور ماس 3 4 5 ماس ماكسيمم فور تشيست اكس راي. وفينا طبعا هذا الشيء جديد انه بكون السكند فيري لو، المريض ما بيقدر يتنفس، مش راح تطلع معي صوره انها المريض متنفس او مش واضحه نتيجه حركه المريض، نتيجه حركه برضه تعرف حركه القلب، احنا ما بنقدرش نصور تشيست نوقف القلب، القلب على طول بيتحرك، فاحنا بنيد انه نعمل لو ام بي اس يعني باي ذس واي اولسو، انه عشان نتجنب اي موفمنت اراديه او غير اراديه لنتيجة انه السكند بيكون قليل. الان خلينا ننتقل فيكم لوحه الكنترول بانل عشان اورجيكم كيف يعني اكسبوجر احنا نختاره. الان شرحنا عنها سابقا هاي لوحه الكنترول بانل واللي بيكون موجود فيها عاده الكي في والام اي اس، هون في كلمه ماس ماس ام اي اس، انا احيانا هاي محتاجها اني انا اخليها الام اي لحال انا اختاره والسكند انا اختاره في بعض الحالات زي البريثنج تكنيك، لما انا بدي اصور بريثنج تكنيك في بعض الحالات اللي احنا تعلمناها في يعني في اثناء مشوارنا التعليمي في بعض الصور بدنا نصورها بريثنج تكنيك زي الدورسال سباين لاترال زي ستيرنو كلافيكولار جوينت زي الستيرنم اوبليج، هذول بحتاج اصورهم على بريثنج تكنيك. شو البريثنج تكنيك؟ لو كي في لو ام اي لونج سكند، لونج سكند يعني هاي صارت سكند مش ملي سكند، ملي سكند يعني 500 على 1000 من الثانيه يعني نص ثانيه، بينما هاي صارت سكند 1، فانا بحتاج بريثنج تكنيك استخدم 3 سكند 4 سكند 5 سكند ديبند اون ذا سايز اوف ذا بيشنت، سو اي نيد تو سيبريت ام اي اند سكند ايتش سيلكتد سيبريتلي. Sometimes no need for if we don't have breathing technique, you can go to the mass directly and just choose. As I told you, with children, with pediatric, this gave this enough. 46 to we can maybe I can go to the 50 maximum for pediatric 50 and 2, 3, 4. 5 MAS for children. الآن for child this small focus and large focus for extremity must be in the small focus. متى بستخدم small focus؟ When I need details sharpness in the image I must go to the small focus. As we know the filament has small and large filament. Cut that.